نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء وأهلنا في فلسطين. كل الدعم للشعب الفلسطيني المناضل ضد قوات الاحتلال الغاشم. متمنين وقف جميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة. متمنين ده في أقرب وقت ممكن. معانا ومشرفنا سيادة السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في مصر. هنتكلم النهاردة عن الأخبار الجديدة اللي موجودة في قطاع غزة، وهنتكلم عن الاعتداء من قبل الجيش المحتل. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. خليني أبتدي مع حضرتك كده عن التعامل المزدوج بين أو بالنسبة للموقف الغربي وبالأخص لقطاع غزة. كما تلاحظون أن العالم انقسم إلى معسكرين، المعسكر العربي والصديق مع وقف حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، ومعسكر آخر على رأسها أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي تقف إلى جانب إسرائيل وترفض وقف العدوان وحتى ترفض وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وفتح ممرات إنسانية آمنة لتمرير الغذاء والدواء والمواد البترولية والطبية، وأن تعطي فرصة للناس لالتقاط الأنفاس. وصدر تصريح واضح عن الناطق بلسان مجلس الأمن القومي الأمريكي أن أمريكا ترفض حتى وقف إطلاق النار لاعتبارات إنسانية، وهذا يعني واضح تماما من الانحياز الأمريكي والبريطاني ودول أخرى أوروبية إلى جانب إسرائيل، الذين منذ اللحظة الأولى انحازوا انحيازا سافرا إلى جانب إسرائيل ووظفوا مليارات الدولارات وأرسلوا حاملات الطائرات الثقيلة والكبيرة إلى حوض البحر الأبيض المتوسط مقابل قطاع غزة، وفتحوا مخازن الجيش الأمريكي في إسرائيل لصالح الجيش الإسرائيلي، ويشاركون بقوات من المارينز حوالي 2000 جندي كما قالوا، وأيضا فرقة خاصة من قوات الدلتا، وهناك جنرالات أمريكان لهم خبرة سابقة في دول أخرى مثل العراق وتحديدا في الموصل، يشاركون في مجلس الحرب الإسرائيلي وفي إدارة الحرب على قطاع غزة. محتاجة أعرف تعليق حضرتك على القرار بشأن الجيش الصهيوني الإسرائيلي المحتل لشعبنا الشقيق دولة فلسطين. عايز أعرف لما خدوا القرار بالتهجير من قطاع غزة للخارج، عايز أعرف تعليق حضرتك على القرار اللي هم خدوه ده، وكمان عايز أعرف الاعتداءات من قبل المستوطنين والجيش المحتل في الضفة والقدس. مخطط هو ليس قرار، هو مخطط إسرائيلي قديم حديث وضع على الطاولة يستهدف الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 1948. طرحت في الخمسينات مشروع التوطين في سيناء ورفض رفضا قاطعا من فلسطين ومن مصر، وأيضا مخطط التهجير وإفراغ قطاع غزة من سكانه طرح في الخمسينات وطرح في عام 1973، وبين كل فترة وأخرى وحرب وأخرى يطل برأسه من جديد. وإسرائيل في هذه المرة كانت ممعنة وتريد أن تنفذ مخطط تهجير سكان قطاع غزة الذين يقدر تعدادهم بحوالي 2.5 مليون مواطن، 2.5 مليون مليون مواطن، تهجيرهم إلى مصر وإلى دول أخرى، وهذا ما صرح به مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين وما صرح به أيضا مسؤولين أمريكان. لذلك نحن نقدر ونثمن عاليا موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفض هذا المخطط وقال أن مصر فيها 9 مليون ضيف من دول أخرى تشهد أحداث وظروف ما قد يعودون إلى دولهم في أي لحظة في حال استقرار الأوضاع، لكن بالنسبة للشعب الفلسطيني يعني شطب القضية الفلسطينية وهذا ما لن تسمح به مصر. من جانب آخر السيد الرئيس محمود عباس أكد مرارا وتكرارا بأننا لن نغادر أرضنا ولن نترك وطننا ولن نسمح بتكرار أخطاء الماضي،
ولن نسمح بحدوث نكبة جديدة، ولا يوجد هناك قوة على وجه الأرض تضطرنا أن نخرج من أرضنا أو نهاجر من أرضنا. وقال في كلمته أمام قمة السلام المنعقدة في العاصمة الإدارية يوم السبت الماضي في 21 أكتوبر، قال لن نرحل. وبالأمس في كلمته أيضا أمام اجتماع القيادة الفلسطينية قال نرفض كل مخططات التهجير، ونحن نتمسك بالبقاء والصمود على أرضنا في غزة والضفة والقدس، لأن هذا المخطط أيضا يستهدف إفراغ المنطقة جيم في الضفة الغربية من المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين وإحلال المستوطنين الغرباء بدلا منهم. تمام. طب أنا عايز حضرتك توضح لي حاجة. دلوقتي الجيش المحتل بقى يتكلم عن الإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اللي هو يا إما هنبيد الشعب الفلسطيني يا إما تهجير، يا ده يا ده. فهو فعلا ممكن يعملوا إبادة لو ما فيش تهجير؟ يعني هذا لن يحصل وهذا لن يحصل. يعني نحن نتحدث عن شعب، أنت تتحدثين عن شعب، وهل هناك قوة محتلة في التاريخ أبادت شعب؟ كل الشعوب التي احتلت من الاستعمار العالمي كافحت وقاومت هذا الاستعمار وهزمته ونالت استقلالها الوطني وأسست دولها على أرضها. اليوم إسرائيل هي تشن حرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تستهدف كما تقول هي إخراج الشعب الفلسطيني من أرضه وتدمير قطاع غزة وإزالته من على الخريطة الجغرافية والسياسية وخلق منطقة عازلة بين الحدود المصرية والخطوط 48 التي تفصل الأراضي المحتلة عام 48 عن الأراضي المحتلة عام 1967. يعني هذا لن يحدث. وما قامت به إسرائيل في قطاع غزة الآن يدلل بما لا يدع مجالا للشك عن إمعانها في تطبيق هذا المخطط. قامت بتدمير حوالي 50% من مباني قطاع غزة، قامت بتدمير المرافق الحيوية والخدماتية، غزة بدون كهرباء، بدون مياه، بدون غذاء، بدون اتصالات، بدون قطاع صحي فاعل. قامت بقصف المدارس، المساجد، الكنائس، المواطنين المستهدفين، لدينا الآن 30,000 بين شهيد وجريح ومصاب، وهناك مواطنين تحت الأنقاض وركام المباني لا نعرف حوالي 1500 أو 1800 شخص، منهم 300 طفل أو 1000 طفل حتى قالوا، لا نعرف إذا كانوا هم أحياء أم في تعداد الشهداء. القصف الإسرائيلي استهدف الطواقم الطبية، الطواقم الصحية، العاملين في الأمم المتحدة، 57 موظف في الأمم المتحدة قتلوا، مواطنين أجانب قتلوا، أسرى لدى المقاومة في غزة حوالي 50 حسب ما صرح مصدر مسؤول في غزة أيضا قتلوا خلال هذه الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وهي لن تغير من حقيقة الواقع أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من إقليم دولة فلسطين وجزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية، وشعب قطاع غزة صامد على أرضه يرفض كل مخططات التهجير والتوطين والنزوح. والآن حوالي 1.5 مليون مواطن فلسطيني في غزة هم خارج بيوتهم، خارج منازلهم، تم تدميرها بشكل كامل، مدن شطبت من على الخريطة، مربعات سكانية كاملة شطبت من الخريطة، عائلات كاملة شطبت من السجل المدني وتم توثيقها بالاسم الكامل ورقم البطاقة الوطنية وكل شيء يعني. وهذا ينفي الادعاءات الإسرائيلية بأن هذا الرقم مزور وغير صحيح، لأنه يجب أن تكوني حضرتك في الصورة أن السجل السكاني المدني لا زال مرتبطا بإسرائيل، وبالتالي كل المواليد تدخل إلى هذا السجل وكل الوفيات تدخل إلى هذا السجل. وبالتالي ممكن أن أقول أنا أن هناك 8,000 شهيد بالأرقام، ربما يكون هناك 7,900، لكن بالأسماء لا يمكن أن نخطئ وبالأرقام الوطنية لا يمكن أن نخطئ. وقد صدر تقرير مفصل عن وزارة الصحة الفلسطينية حتى 26 أكتوبر قبل قطع الاتصالات عن غزة بالأسماء كاملة، حوالي تقريبا 7,620 شهيد
غالبيتهم من النساء والأطفال. تم الحصول على جثثهم ولا دول اللي تحت الأنقاض؟ لا، دول اللي تم استخراجهم ودفنهم وتشييعهم إلى مفاهم الأحياء. غير اللي تحت الأنقاض؟ تحت الأنقاض مفقودين حوالي 1800 لحتى الآن. أسميهم معروفة ومعلومة ولا لسه؟ أهليهم بلغوا عن ذلك، لكن لا يمكن الإعلان عن الأسماء ما لم نتأكد إذا كان هم أحياء أم شهداء. مظبوط. طيب احنا بنتكلم عن الإبادة، ممكن يكون المخطط ده بيتنفذ دلوقتي لضعف موقف الجيش المحتل؟ إسرائيل في حالة إرباك منذ أن تعرضت إلى ما تعرضت إليه في 7 أكتوبر. هي انهارت في حالة إرباك شامل كامل كانت، وتحاول أن تستعيد توازنها العسكري والمدني. إسرائيل تسيطر عليها الآن عقلية هستيرية، عقلية جنونية، تريد أن تنتقم من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وبالتزامن أيضا تشن عدوان متواصل على الضفة الغربية. حتى صباح هذا اليوم هناك شهداء، وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية على ما أعتقد حتى هذه اللحظة حوالي 120 شهيد متزامن مع غزة، وحوالي 1800 مصاب، وأكثر من 1500 معتقل. هناك اعتقالات تالية بالضفة الغربية في محاولة لإجهاض الحركة الوطنية الجماهيرية المؤازرة المتضامنة مع شعبهم في قطاع غزة. لذلك إسرائيل من خلال هذه الحرب الإبادة الجماعية الممنهجة ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان، ترتكب مجازر بشعة يندى لها جبين الإنسانية خجلا إذا ما كان هناك بقي بعض الحياء لدى هذه الإنسانية التي تقف متفرجة صامتة على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية. بمناسبة الأفعال الجنونية اللي بترتكبها دلوقتي أو بيرتكبها الجيش المحتل الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الأفعال الجنونية دي ده اللي دفعهم يقطعوا الاتصالات عن قطاع غزة عشان ما ينقلوش الصورة، غير هم ينقلوا صورة معينة عن الإعلام أو الإعلام الإسرائيلي هو بس اللي يعلن الصورة، لا إحنا ما بنحاربش، إحنا وقفنا الضرب، طبعا إحنا إخواتنا وأهالينا في القطاع مش هنعرف نوصل لهم ومش هنعرف فعلا بيتم القذف ولا لا، فهيبتدوا إن هم يبينوا لنا صورة معينة من قبل الإعلام الخاص بيهم هم، ده بسبب ضعف موقفهم؟ قطع اتصال الانترنت والمكالمات. أولا إسرائيل دولة لديها تقنيات حديثة بإمكانها أن تقوم بما قامت به، هي تتحكم بمنظومة الاتصالات المرتبطة مع قطاع غزة وكل أنحاء فلسطين. أولا هي قامت بتدمير شركة الاتصالات السلكية، يعني المعنية بالهواتف الأرضية، والتي أيضا هي التي تعطي خدمة الإنترنت للشركات الخاصة العاملة بغزة. في مساء يوم الجمعة هي قامت بقطع أو فصل قطاع غزة عن العالم الخارجي، عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي من خلال قطع الهواتف، خدمة الهواتف الخلوية المحمولة. وقطع الإنترنت الذي بدأ يعود تدريجيا الآن لبعض المناطق في غزة. كل ذلك كان يهدف كما تفضلتي إلى التعتيم عما يجري. كانت ليلة الجمعة في غزة ليلة صعبة جدا، غزة كانت في ظلام دامس لكنها كانت تحترق، كانت كتلة من اللهب، ارتكبت عشرات المجازر، تم تدمير العديد من المربعات السكنية والمباني على رؤوس أصحابها، حتى في المناطق الجنوبية التي نزح لها الناس من غزة وشمال غزة إلى الجنوب لاحقهم القصف، قتلت عائلات بأكملها، أبيدت عائلات بأكملها، لأنه الناس الذين نزحوا من الشمال إلى الجنوب لجأوا إلى أهليهم ومعارفهم أو غير معارفهم، وأهلنا في الجنوب مشكورين فتحوا أبواب بيوتهم إلى أهليهم وإخوانهم من غزة وشمال غزة، والكل كان في وضع متساوٍ سواء فيما يتعلق بالظروف الإنسانية أو فيما يتعلق بالاستهداف الإسرائيلي. قتل الضيف والمضيف. حب حضرتك توضح لي من يوم الجمعة، من أول ما الإنترنت انفصل والاتصالات عن قطاع غزة، عايزين نعرف الأحداث اللي دارت في خلال اليومين دول، لأن الشعب المصري حرفيا يعني
قلبنا وجعنا جدا من الشيء المجهول. يعني يا ترى ايه اللي بيحصل دلوقتي في القطاع؟ يا ترى اهالينا عاملين ايه هناك؟ نطمن ازاي؟ ما فيش اي جهه اتصال ولا تواصل مع الشعب الفلسطيني. فانا عايزه اعرف واوضح لمشاهدينا في من يوم الجمعه للنهارده ايه اللي حصل في القطاع. ولا يوجد معلومات دقيقه، لانه اسرائيل حينما عزلت قطاع غزه عن العالم الخارجي وقطعت كافه وسائل الاتصال معه، حتى المواطنين لم يتمكنوا من طلب سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والمصابين والشهداء. مزبوط. الصحفيين لم يقوموا بأعمالهم وتغطية ما يجري، يعني إلا من كان معه خدمة مرتبطة بالأقمار الأقمار الصناعية. لكن إسرائيل هي ارتكبت مجازر مذابح. هم قالوا أنهم دخلوا برا يعني وحققوا أو دمروا عدة أهداف، لكن تبين لاحقا ده الاجتياح البري لقطاع غزة. هو ليس اجتياح بري، هو قالوا ليس اجتياح بري شامل، وإنما دخول لبعض المناطق في شمال غزة ووسط قطاع غزة وجنوب غزة، مناطق محددة دخلوا لضرب أهداف معينة. حينما أعيدت الاتصالات وحسب المصادر الإعلامية التي استمعت إليها، ليست لدي معلومات أنا يعني ميدانية، الإعلام الذي تحدث قال أنهم دخلوا لبضع مئات الأمتار يعني في المنطقة العازلة التي السياج عند السياج التي أوجدتها إسرائيل، منطقة عازلة هي بالأساس عرضها 300 متر على طول شمال وشرق قطاع غزة. مزبوط. تقدر بحوالي 50 كيلو متر شمال مع شرق حتى الحدود المصرية. الآن هي تعمل على توسعة هذه المنطقة إلى 1000 متر، مما يعني مصادرة 22% من مجمل الأراضي الزراعية في مدينة غزة، لأن هذه أراضي معظمها زراعية وبدون سكان. هم دخلوا إلى هذه المناطق بعد أن تم قصفها عشرات المرات، يعني يقصفون الأرض، ربما هم يعتقدون أن هناك بنية تحتية تحت الأرض. يعني في تصريحات هم دخلوا فقط في هذه المناطق. هناك تضارب في الروايات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، هم يقولون أنهم قد دخلوا وإن سحبوا ولم يتكبدوا أي خسائر، وروايات أخرى تقول أنهم بعض قواتهم لازالت موجودة في بعض النقاط التي دخلوا. ده الإعلام الإسرائيلي، لكن هذا لا يعنينا إحنا الجانب العسكري، أنا لا يعنيني كدبلوماسي، فقط أنا أود من خلالكم أن أحذر من مغبة الدخول البري إلى عمق المدن الفلسطينية. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس حذر من ذلك على الهواء مباشرة، والقيادة الفلسطينية في اجتماع القيادة الرئيس أبو مازن حذر من ذلك. مزبوط. ودول صديقة وشقيقة حذرت من ذلك، لأن الدخول البري إلى عمق المدن الفلسطينية سوف يترتب عليه المزيد من التدمير، المزيد من المجازر، المزيد من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني. عاوزة حضرتك تكلمني عن إن العدوان اللي بيحصل دلوقتي في قطاع غزة ممكن يكون لصالح غزة في توافق الفصائل الفلسطينية من أجل حماية القضية الفلسطينية؟ يعني هل نحن بحاجة إلى هذا التدمير الشامل وهذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى والمصابين وخربان البيوت علشان نتصالح مع بعضينا؟ يعني غير منطقي. يعني المصالحة برعاية مصرية مستمرة، وكان هناك اجتماعات في العالمين في أغسطس، حضر السيد الرئيس أبو مازن شخصيا للأمناء العامين، واتخذ الاجتماع قرارا بتشكيل لجنة متابعة على أن يعود قادة الفصائل مرة أخرى، وأنا كلفت من السيد الرئيس بترتيب ذلك مع الأشقاء في مصر والمسؤولين حتى يتم استكمال الحوار ووضع خطة فلسطينية استراتيجية تجاه تحقيق المصالحة برعاية مصرية وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية ملتزمة بالشرعية الدولية ووضع الواقع الفلسطيني على اعتاب مرحلة جديدة. نحن قادرون أن نفعل ذلك بدون هذه المجازر والمذابح التي ترتكبها إسرائيل، لكن وإن حصل ذلك الآن فنحن أحوج ما نكون إلى السرعة في تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعزز الشراكة الوطنية والسياسية ملتزمة بالشرعية الدولية، تعمل على ترتيب الوضع الفلسطيني والبيت الفلسطيني الداخلي في كافة مناحي الحياة والمجالات
وأن نحدث انطلاقة جدية في الوضع الداخلي. محتاجة أعرف بقى من حضرتك حاجة مهمة قوي، دي هتطمننا وهنشوف بصيص أمل للأيام اللي جاية. هل الأيام اللي جاية دي بقى ممكن تبقى تصريحات جديدة لسه هنعرفها لأول مرة؟ هل في أخبار بتقول إن في تهدئة أو معاهدة سلام والحرب هتنتهي على قطاع غزة ومش هنشوف المجازر والعدوان ده على القطاع تاني، ولا لسه مفيش أي حاجة تدل على إن احنا هنعمل ده أو طريقنا لحاجة زي دي؟ يعني أولا ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هناك مساعي وجهود مبذولة من مصر والأردن ودول شقيقة وصديقة من أجل وقف الحرب على غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب للأبد؟ نعم للأبد. على الآن نتحدث عن هذه الحرب. يعني تهدئة مش هذه تهدئة من حرب. تهدئة الحرب وقف حاليا، وقف العدوان. وقف العدوان بس مش دائما، يعني ده مؤقت. وقف العدوان هذا مهم جدا. مجلس الأمن فشل في اتخاذ قرار، لذلك ذهبنا نحن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند أو عنوان متحدون من أجل السلام، والذي يعقد في تاريخ الأمم المتحدة للمرة العاشرة وللمرة الثانية من أجل فلسطين. وقوة قرار الجمعية في حالة انعقادها تحت هذا البند متحدون من أجل السلام تكون لقراراتها نفس قوة مجلس الأمن، واتخذت قرارا بأغلبية مساء الخميس بأغلبية 120 دولة، وهذا يعكس إرادة المجتمع الدولي أنها مع وقف العدوان ووقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة وإدخال مواد غاثية وطبية وبترولية إلى غزة. ماذا كان الرد الإسرائيلي؟ أن الأمم المتحدة لا تتمتع بالأهلية والشرعية، وأن مكان هذه القرارات سلة المهملات، سلة الزبالة، وقطعت الاتصالات عن قطاع غزة وقامت ما قامت به مساء الجمعة. هذا الرد على القرار، هذا من جانب. من جانب آخر، نحن في فلسطين تقدمنا، السيد الرئيس تقدم منذ عام 2018 بمبادرة سياسية طرحها أمام مجلس الأمن أكثر من مرة وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من مرة، آخرها كانت في 21/9 أمام الجمعية العامة في دورة رقم 78، حيث طالب معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة. هكذا قال له، قد تكون الفرصة الأخيرة. ولدينا مبادرة تقوم على هذا الأساس، عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يقوم على المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ورؤية حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام ومبدأ الأرض مقابل السلام. أيضا هناك مبادرة عربية للسلام غير الجمعية العامة اللي أصدرت، اللي كان فيها 120 عضو. هذا موضوع تاني، ده موضوع تاني. نتحرك على التحرك السياسي. تمام. بعد ذلك، تمام، بعد أن توقف هذه الحرب هناك مبادرة فلسطينية، هناك مبادرة عربية تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة من فيها أرض فلسطين وإقامة دولة فلسطينية. هذا الألف من المبادرة، الياء منها آخرها مبادرة كبيرة تعني إقامة علاقات طبيعية لمن يرغب من الدول العربية مع إسرائيل. طيب. وربما هناك دول عربية لا تريد. الأوروبيين أطلقوا مبادرة أيضا للرئيس ماكرون وإسبانيا بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن، يعني وهذا مهم جدا يعني. طيب، لما لقينا رد سلبي من بعد ما الجمعية العامة أصدق اللي هي فيها 120 عضو بعدم إطلاق النار أو وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار والتهدئة الإنسانية الفورية إنسانية. تمام. نعم. رد سلبي علينا وما استفدناش من القرارات الخاصة باللجنة، رغم ده قرار معتمد. هذا ليس أول قرار يتم تعطيله، احنا دلوقتي 1000 قرار أممي لم تنفذ. مظبوط. لو الشعب الفلسطيني عايز ياخد حقه من الجيش المحتل، ايه المنظمات اللي ممكن يلجأ ليها عشان ياخد حقه من الجيش المحتل؟ أول شيء نحن نعول على أنفسنا وعلى صمودنا على أرضنا، تمسكنا بقانا على أرضنا وحقنا في الدفاع عن النفس من خلال المقاومة الشعبية السلمية
المستمرة ضد الاحتلال وضد المستوطنين وضد عصابات المستوطنين المسلحين وما يقومون به في الضفة الغربية من أعمال تنكيل وحرق وخلع واقتلاع واعتداءات يومية على الناس في القدس وسرقة المنازل والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولة تغيير واقعها التاريخي والقانوني ومحاولة أيضا تغيير الواقع التاريخي والقانوني في مجمل الأراضي المحتلة، وهذا يتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على المحتل إجراء أي متغيرات جغرافية وديموغرافية في الأراضي المحتلة وتطالبه بحماية المدنيين وليس تهجيرهم. لكن إسرائيل عملت على العكس تماما، هي تريد إفراغ الأرض من سكانها وإحلال المستوطنين الغرباء بدلا منهم، وتريد تغيير الواقع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك. أنا بشكر حضرتك جدا على استضافة حضرتك لصدى البلد النهاردة، وبشكرك جدا على وقت حضرتك القيم وعلى حسن المقابلة. شكرا يا فندم، أهلا وسهلا فيكم. وإحنا يعني اسمحي لي بهذه المناسبة أيضا أن نتوجه بالشكر والتقدير للإعلام المصري الشقيق، وأن نتوجه إلى شعبنا الشقيق في مصر يعني أيضا بالتهاني في مناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ونحن ومصر أمام مسير واحد ومشترك وفي شراكة تاريخية واستراتيجية كاملة، وطالما أن مصر بخير فنحن بخير، مع أصدق تمنياتنا لمصر أن تظل قوية وبخير، ونحن مع صيانة وسيادة مصر الوطنية على كامل ترابها الوطني المصري العزيز. بشكر سيادتك. شكرا يا فندم، كل سنة وانتم طيبين.